سلام يا احلى متتبعين، نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احوال جيده وتكونوا على خير وبخير. كما سبق لكم شفتوا في الفيديو اللي قبل انني شديت الكار وغادرت مدينه الرباط وجيت لمراكش سبعه ورجال. ايها سيادي، انا غادرت الرباط اللي فيها تزاديت وكبرت وعشت اجمل ايام حياتي اللي هي الطفوله. غادي تسولوا علاش غادرت الرباط وشنو السبب اللي خلاني نمشي من الرباط. اولا انني انا ازماتيك، عندي مرض الربو، ودوزت حياتي كامله انني كنت اعذب في الرباط لانه كاين البحر، وكنت تخنق بزاف، وكنستعمل الدواء بزاف، وكنمشي عند الاطباء بزاف. هذا هو اول سبب اللي خلاني نجي لمراكش. علاش اختاريت مراكش بالضبط؟ لانه ما فيهاش البحر، اولا ما فيهاش البحر، ثانيا كيقولوا لي بلي الجو ديالها زوين زوين بزاف. وفعلا فعلا انني مني جيت لمراكش صراحه لاحظت انه الجو زوين، الجو زوين بزاف، حتى بالنسبه للناس اللي ازماتيك يعني يصلح لهم هذا الجو. هذا انا مني جيت لاحظت الفرق، ما بقيتش كنستعمل الدواء بكثره بحال اللي كنت كنستعمله في الرباط، وليت كنستعمله بواحد الكميه قليله قليله، ومع المده ان شاء الله غادي تحيد هذيك الكميه ان شاء الله. ثانيا مدينه الرباط البلايص ديالها محدودين، يعني الا بغيت نتسارى ونفوج بلايصها محدودين، يعني اللي كيجي لمدينه الرباط في ظرف اسبوع اسبوعين صافي كيمل منها وكيبغى يمشي بحالاتو. علاش؟ لانه البلايص ديالها دغيا تشوفهم وما يبقى لك ما تشوف مازال، ماشي بحال مراكش فيها البلايص بزاف، يعني كل نهار كاين فين نمشي، يعني الا بغيت نمشي نتسارى كاين فين نمشي، ما غاديش نمل ونقول صافي دوك البلايص راني شفتهم ما كايناش شي حاجه جديده، ما كاين فين نمشي، بالعكس كاينين بلايص جداد وبلايص زوينين، يعني ديما كاين فين نمشي. وبالنسبه للجو ديالها صراحه غزال بزاف، الجو ديالها زوين عجبني انايا وجا معايا صراحه الجو، ارتاحيت. الناس ديالها صراحه الله يعمر لهم الدار، ضحوكيين وناس يعني اهل الجود والكرم. هذه هي الملاحظه ديالي ما بين مدينه الرباط ومدينه مراكش، وهذا هو السبب اللي خلاني انني نبعد على مدينه الرباط. علاش ما بعدتش عليها قبل؟ ما بعدتش على مدينة الرباط قبل وجيت لهنايا، لانه كنت كنقرا شحال هادي وما كانش يمكن ليا انني نخلي قرايتي ونجي لهنايا. هذا هو السبب عاوتاني علاش انني ما جيتش لهنا بكري شحال هادي. صافي، مهم هذا هو السبب ديالي علاش جيت. واللي بغى يجي لمراكش راه صراحه كنقول ليه بانها مدينه سياحيه ومدينه زوينه. ومازال ان شاء الله في الفيديوهات الجايه ان شاء الله غادي نصور لكم بلايص زوينين بزاف، يعني بلايص اللي الا شافهم الواحد غادي يتفاجئ خاطره، حيت المناظر اللي كاينين هنايا مناظر خلابه، مناظر رائعة. هاد الطريق اللي وريتكم دابا في الفيديو هي من الأحباس إلى مبروكة. مبروكة مكان اللي استقريت فيه. الأحباس هو حي شعبي، حي شعبي فيه مسيرة واحد والمسيرة جوج والمسيرة ثلاثة. هو حي شعبي كيتواجد فيه كل شيء، اي حاجه كتقلب عليها كتلقاها فيه، يعني كتلقى اللي كيبيعوا
الكواش، كتلقى اللي كيبيعوا داكشي الميكا، كتلقى بريز الماكله، كتلقى اللي كيبيعوا ريدويات، المهم تواب ديال جلالب، ديال تكاشط، مالين الذهب، مالين النقره، يعني اي حاجه كتقلب عليها كتلقاها. يعني كيجيو الناس منين ولين باش يجيو للاحباس يتقداو. ومبروكه راه هنا فين قلت لكم استقريت انايا. الا بغيتو ندير لكم جوله في البلاصه فين استقريت، كتبوها لي لتحت في لي كومونتير وان شاء الله راه غادي ندير لكم جوله. بالنسبه للبلاصه اللي استقريت فيها راه درت واحد الفيديو في التيك توك، تيك توك ديالي هو نفس الاسم ديال القناه. راه درت واحد الفيديو وحطيته، صورت الطبيعه اللي كاينه في البلاصه فين انا استقريت، راه كاينه شجار وكاين يعني مناظر صراحه زوينه. نتمنى انه تدخلوا التيك توك وتشوفوا الفيديو وتعطوني الراي ديالكم في البلاصه اللي استقريت فيها، واللي ديجا جا المبروكه ولا عنده شي حد في مبروكه وعارف مبروكه يقول لي واش زوينه ولا ما زويناش، واللي في مراكش ديجا وعارف البلايص الزوينين اللي كاينين في مراكش ما ينساش يكتبهم ليا لتحت في الكومونتير باش نمشي ليهم ان شاء الله. اي بلاصه زوينه في مراكش كتبوها ليا تحت في الكومونتير. وبلا ما نطول عليكم غنخليكم دابا مع الفيديو حتى الاخر ديالو، وكنقول لكم شكرا شكرا بزاف اي واحد كيدعمني واي واحد كيشجعني وكيدير لي كومونتير ولا لايك ولا اشتراك، كنقول لكم شكرا لكم بزاف. بكم انا كنزيد وبكم انا كنحط الفيديوهات، يعني الا ما كنتوش نتوما ما كنتش غنحط انايا حتى شي فيديو. بالفضل ديالكم وبالدعم ديالكم انا مازال مستمره.